العافية عمي ابو راتب. يا ابو علي كيفك؟ تمام الحمد لله. بدنا شوية مي من عندك بس مشان اغسل البلور. على حسابك ولو تفضل. على راسي، كتر الله خيرك. شو لوين بالسلامة ابو جمال؟ والله يا ابو راتب رايح انا والمره والاولاد على حمص اسبوع زمان بعد ما خلصوا المدرسه، هيك وعدتهم. يا سيدي ان شاء الله بالهنا والمسرات. شو بدي اسالك، صحيح بعت البقره والعجل؟ ايه والله بعتهم يا ابو راتب. قديش؟ ب 125,000. نعمه كريم. ايه والله نعمه. شو ناوي تساوي هلا؟ ما بخفيك ناوي اشتري قطعه الارض اللي جنب الثاني. يعني شي شو علي؟ يا سيدي بتستاهل كل خير انت. الله يتم عليك بجاه النبي. الله يسلمك. تفضلوا بابا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلين. يلا ماما شيماء، انت المستعجله على اساس هيك؟ يلا حبيبات فوت لجوا، فوت دير بالك دير بالك. ايوه يا رب. يا ميسر. مالك شو بده؟ ايه على بدك ترجع تشتغل عنده بالمصر. انا ما فشل؟ ما قلتي له مستحيل يشتغل عنده؟ شو دخلني انا بالقصة؟ دلاج بدي اقول لك شغلة بس خايفة تزعل مني. بس انت ما لازم تزعل مني لانك اخي. يعني شو هالشغلة بقى؟ يعني لامتى بدك تضل هيك لا شغلة ولا عملة؟ يوم تشتغل وعشرة بتبطل. قصدي يا اخي انه ليش ما بتركز لك على شغله وحده؟ انت شاب والشاب ما بصير. هلا ضبي لسانك بحلقك وسكتي. انت ما دخلك فيني. روحي اعملي لي كاسه شاي. شو بدي لك؟ سال عني مالك او عبد الحميد شي؟ لا ما حدا سال. دلاج شو رايك نروح اليوم لعند بيت عمك عبد الله؟ صرنا زمان ما رحنا لعندهم. روحي انت لحالك، انا مو فاضي، عندي شغل. ما بقى إلا يصلوا بابا. اجت سيارة عمان. ها والله هني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا حبيباتي يلا. الحمد لله على السلامة. كيفك كيفك أخي كيفك؟ خليني ياك والله. شكرا شكرا. شلونك حبيبي؟ شوفي صار صبية. مرحبا اخي منير، ما شاء الله صحه وياك ما شاء الله الحمد لله. يلا احملوا الشنات يا اولاد. يلا حبيباتي يلا يلا يلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صار صبية ما شاء الله. اهلا وسهلا. يلا عجلوا يا اولاد. تعرفي شو نسيت؟ خير ان شاء الله. شو نسيت؟ نسيت خبر ابو شاكر يسقي الارض لانه بكره دورنا بالسقايه. ليش ما بتخبره بالتليفون؟ هذا بيته بعيد عن الضيعه وما عنده تليفون. ايه وبعدين؟ يعني شو بعدين؟ لازم ارجع على الضيعه. هلا صارت الدنيا العصر. ولا يهمك، ساعه ونص بكون بالبيت، بنام هالليله وبجي بكره على بكره. بابا الله يخليك لا تروح هلا. بكره بتروح الله يخليك. اسمع مني يا ابو جمال، سهر معنا اليوم وبكره الصبح بتسافر. يا ريت بقدر يا منير، الشجر عطشان كتير واذا ما سقيته راح دوري بالسقايه لجمعتين. خدي ام جمال امسكي هي حق البقرة والعجل، خليهم معك. قولي على قامتي عليك.
والله كلاني همك بهالمشوار. ولا يهمك ولا يهمك، السيارة مريحة والشوفير قدع. يلا سلام عليكم. الله معك، بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة. يا الله. تعا شو بنعمل تركي؟ شو عم تعمل هون؟ لا تسرعني؟ يا ريتك ما عرفتني. إذا ما قتلتك قطعني بالبلد كلها. دخيلك دلاج، سأترتني بشنوك. بشنوك يا دلاج. مين رح يجلقني؟ أصلا ما حدا يعرف أني قتلتك. ما في غير أنا وأنت. مين بده يشهد؟ هتلس هتلس ما أنا بيشهد عن أني قتلتني. دلاج دلاج أرجوك أرجوك. يا تيس، شهد ان تلاش ابن ابو تركي قتلني ظلما وعدوانا. مالك 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 دلاج صاير معك شيء؟ شو بده يصير يعني؟ صاير معك شيء؟ مو صاير شيء. طيب ليش هيك لونك مخطوف؟ تعبان؟ في شيء؟ ما في شيء يا اختي، ما في شيء، تركيني بحالي. طيب 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 هدي حالك. حط لك عشاء؟ لا ما بدي، ما لي نفس. حدا سأل عني شيء؟ لا أبداً؟ أبداً.
ما بدك تروح على بيت عمك ابراهيم؟ لا لا ما بدي، بدي نام. يا الله، هي ثالث مرة عم بتصل وما حدا عم برد. جربي كمان أختي أم جمال، جربي. كمان ما حدا عم برد يا منير. ليكون سهران عند حدا من اصحابه. ابو جمال ما بحب السهر، بعدين من لما راح لا اتصل ولا طمنا عنه، حتى عن الاولاد ما سال. طولي بالك اختي ام جمال ولا تشغلي فكرك، الغايب حشته معه. يا ربي دخيلك. شو شايف مرة عم بشع مو هيك؟ لا لا ماني شايف شيء، ماني شايف شيء. لكن ليش صرخت؟ ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف. على شو عم تدور؟ بديعة وين الحبل اللي كان هون؟ ولك عم بسألك وين الحبل منوم اللي كان هون؟ أنا أمته. ومين سمح لك تقيميني؟ خفت تتعود علي يا أخي. روحي جيبيني إياه، يلا يلا، روحي روحي بسرعة. مشان تفقدوا له وماتوه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مين له مصلحة بقتله؟ لك والله الرجال آدمي وما له أعداء بنوب. إيه ربك وحده بيعرف مين اللي قتله. عم بيقولوا إن القاتل إجا مشان يسرق له بيته، أم علوه مع بعضهم. عمي مبينة القصة مبينة، أكيد واحد من برات الضيعة. وليش ما يكون من جوات الضيعة؟ شو بيمنع؟ بيمنع. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو رأيك تيجي لعندي انت والولاد حتى يهدى بالك؟ الله يخليني اياك وما يحرمني منك. معناتها من بكره الصبح بتجهزي حالك انت والولاد وباخذكم معي، لانه هالفتره ما رح اترككم لحالكم منوم، وبيتي مفتوح لك طول العمر. الله يخليني اياك. الله يحفظك يا رب.
ها هون عم بيشاور التيس لهون. وفق زين شوف شو فيه. حاضر سيدي. دور منيح. حاضر سيدي. لك شو صار معك يا ابني؟ سيدي لقيت السكين، لقيت السكين. هات هات لشوف، تعال عندي. هات لشوف. الله يجيرك. حدا بيعرف لمين السكين؟ سيدي هاي سكينة الدلاج. بديعة يا بديعة. خير دلاج شوفي في تيس هون. تيس؟ شوفي لي في تيس. شوفي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. عم تكوبس يا أخي، ما في لا تيس ولا شيء. طيب صلونا كوبس. أختي جيبي لي كاسة مي الله يرضى عليكي. تكرم عينك على راسي. الله يسلم هالإيديه. أهلين أختي إن جمال. دخيلك يا أبو شاكر، عينك على الأرض والبيت بغيابنا. ولا يهمك أختي إن جمال، طمني على عيني وراسي. أختي إن جمال شو أعمل بالتيس؟ أخذه لعندي ولا خليه بالبيت؟ لا خلص خده لعندك، خطيه احسن ما يضل لحاله. امرك خاطرك. الله معك. الله ينتقم من يلي قتلك يا معلم. الله ينتقم منه ويكشفه على اهون سبب يا رب. ايش ما هيك قلت لك؟ وخذك بايديك عنا الى عشيك. الله يخليك يا سيدي. قاتلته. جيب شاي. لازم أقتله، لازم السلام عليكم عمي أبو شاكر، الله يعطيك العافية. أهلين. طمني عنك، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تمام. الحمد لله. إيه الحمد لله. مستورة. الحمد لله رب العالمين. شو كنت أقول لك عمي أبو شاكر؟ لساتك عم تشتغل بمزرعة المرحوم أبو جمال؟ لسه. الله ينتقم من يلي قتلوا. قول آمين. آمين آمين يا رب العالمين. خير أمور. ما يأمر عليك ظالم. الحقيقة عمي أبو شاكر أنا عندي شوية نعجات بدهم تلقيح، وسمعت أنك اشتريت التيس القوي اللي كان عند المرحوم أبو جمال، صحيح الحكي؟ صحيح، أم جمال أعطتني إياه وما اشتريته. إيه مو مشكلة، المهم أنه التيس صار عندك. إيه نعم. بقى اللي بدي إياه منك أنك تخدمني هالخدمة وتبيعني هالتيس. ما بقدر عمي، ما بقدر منوب، هذا ذكرى من المرحوم أبو جمال، واختي ام جمال ما سمحت لي بيعه. بس انا رح ادفع. لك عمي كلمه ورد غطاها، انا ما بحسن اتصرف بهالتيس. فهمت شو عم لك؟ فهمت والله فهمت. السلام عليكم. سيدي مو انت نبهت على الكل انه نعلمك بكل شيء بيتعلق بسيره ابو جمال مهما كان صغير؟ امبلا، ليش في شي جديد؟ اجاني دلاج بده يشتري التيس تبع المرحوم ابو جمال، بس انا ما رضيت بيعه اياه مع انه حاول معي كثير. ليه؟ شو بده فيه؟ سيدي عم بيقول مشان النعجات. ايه بس هذا الزلمه مقطع موصل، لا عنده نعجات ولا ما يحزنون. ايوه. طيب ابو شاكر، اذا اجى لعندك مره ثانيه حاول تخبرني، ماشي؟ امرك سيدي، امرك. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام.
وقلب لك التيس على ظهره وشخته وقال له شهاد علي بقى اذا بتشهد. وعلى ايش بده يشهد؟ والله ما بعرف سيدي. ايوه ابو شاكر. نعم سيدي. 40 ابو جمال امتى؟ بعد 3 ايام. بدي اياك تعزم لي دلاج على 40 باي طريقه. وجب سيدي. اللهم ارحم عبدك احمد ابو جمال. امين. واسكنه فسيح جناتك. امين. اللهم اجعل هذه القراءه وما تلوناه من اجل روحه الطاهره. امين. اللهم ارسل غضبك ونقمتك على القاتل المجرم. امين. اللهم لا تدع السكينه تدخل على روحه ابدا. امين. الفاتحه على شرف المصطفى وعلى نيه من سبقنا الى رحمه الله. امين. يا حي يا قيوم اعوذ بك. إياك المعرفة. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناس يا عالم شهدوا إنه هذا يلي قاعد قدامي دلاج هو يلي قاتل أبو جمال المسكين وقاعد عم يقرأ له الفاتحة. إيه نعم أنت اللي قتلته وأنا كنت الشاهد الوحيد. انت اللي قتلته ولك خلاص انت اللي قتلت ابو جمال خلاص انا قتلتك بايدي هدول انت اللي قتلته من وين تعطيني مره ثانيه ابو جمال المسكين انت اللي قتلته انت اللي قتلت ابو جمال المسكين انت اللي قتلته انت اللي قتلت ابو جمال المسكين انت اللي قتلته انت اللي قتلت ابو جمال المسكين اي نعم انت اللي قتلته وانا كنت الشاهد الوحيد ولك سكتوا انت اللي قتلته وانا كنت الشاهد الوحيد والله ما كنت الشاهد يا جماعه انا دخلت على البيت حتى اسرق طلع بوشي وكشف لي على وجهي واللي عرفناك انا والله والله ما كان قصدي صديق والله والله ما كان قصدي شحطوك والله ما كان قصدي والله يا جماعه ما كان قصدي اهلي انا دلي والله ما كان قصدي والله ما كان قصدي طلع ابو جمال والله ما كان قصدي والله والله ما كان قصدي والله ارتاحوا ارتاحوا يا جماعه كملوا اكلكم سبحان الله يضع سره في أضعف خلقه لا إله إلا هو يبدو هالتيس هو الشاهد الوحيد على هالجريمة البشعة وحكمة ربي بالغة أمرها ولكن أكثر الناس لا يعقلون شوف يا ابني الحقيقة الدم ما بينطم وخاصة دم المظلوم إيه نعم إن بعد إذنك شيخي لك